المدينة التفوا حوله، جابوا العمر، عمر يقول استغفرني استغفرني، انت خليفة محتاج استغفرني استغفرني استغفرني، ونسأل من بين الناس ما قال للعمر غفر الله لك. معناه أنه هؤلاء اللي لا ترد لهم كبار الأولياء مثل أويس، إذا ترحموا على شخص أو استغفروا له خلص، فكيف بالمعصوم اللي يقول له أمير عليه السلام لما أخذ يبايع على الموت قال وين أويس؟ أين تمام المئة؟ وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أويس حالق رأسه بسيفين، قال أنت أويس؟ قال نعم. قال على ما تبايعني؟ قال أبايعك على أن أبذل مهجتي دونك يا أمير المؤمنين. هذا أويس. فلما الواحد هذا المعصوم، إذا المعصوم قال للمختار رحمه الله، من اللي يقول لا رحمه الله؟ نقول له نقول له اسكت ما تفتي، الله ما يسمع منك، يسمع من ذاك. تزيد الله عمي زيد خلاص. حجر ابن علي الله يرحمه عنده مكتوبين كبار. وان استشكل يروح للجمل، صار الجمل ما راح. ويقول للامام الحسن يا مدير المؤمنين، هي شويه صغيره لكن لما الامام الحسين يقول رحمه الله على راسه خلاص. واحد يجي حجر يطعن بحجر ولا ما تطعن ايا كان عمله، خلاص الامام الحسين ترحم عليه خلاص خلاص عبر. لذلك المختار من عند الروايه كم واحد؟ امام الباقر، امام الصادق، كم واحد؟ ثلاث ائمه يمكن ترحم الله. لكن الروايه تقول انه كان في قلبه مجعول. ترحم عليك خلاص. عمي حصل لي ترحم علي للامام، والله انا ما املكه انفسي. صحيح هيك. مو ما اشكاليه يعني. الله يغفر له الشعب الكريم عبيد. هذا شيخ الاسره. هذا مده وقع عليك الشبهه انه شهداءنا بالمقاومه افضل من شهداء كربلاء. تجلبت الذئب تعصب لبناني شامي. بعدين فحسين حسن دخل بموضوع عائلة الأخبار. إذا الشعب الكريم هنا قالوا محاضر. اسأل الأخ ثائر من العراق ما شاء الله، تفضل يا أخ ثائر الله يبارك فيك. بمقدار ما يكرهك الوهابيون أنا أحبك وأضعاف مضاعفة، تفضل يا أخ ثائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله سماحة الشيخ وبارك الله بكم. الله يبارك. إن شاء الله حب آل محمد في قلوبنا، لذلك تعلمنا منكم هذا الحب. بارك الله بكم. الله ويعزك.